هذا وتتواصل الجهود التي تبذلها السلطات التونسية والمجتمع الدولي لإجلاء النازحين الفارين من ليبيا إلى بلدانهم، وبينما يكتظ الجانب التونسي من الحدود بآلاف النازحين، قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن عدد من تمكنوا من عبور الحدود شهد تراجعا كبيرا بعدما وصلت قوات موالية للقذافي إلى مناطق قريبة من الحدود الليبية التونسية. مراسلنا محمد البقالي وافانا بالتقرير التالي من رأس جديرة في جنوب تونس. لم تنتهي رحلة العذاب بعد، وموعد العودة إلى الديار لم يحل. على هؤلاء اللاجئين أولا أن يقطعوا 10 كيلومترات سيرا على الأقدام من أجل الحصول على خيمة تقيهم تقلب في الطقس. أما الرحيل فذاك أمر لم يعرف أوله بعد. هي معاناة قسمت على النازحين بالتساوي، فهم وإن اختلفت تفاصيل قصصهم فجميعهم حلفوا وراءهم كل شيء من أجل النجاة بحياتهم. الفرق أن منهم من انتبهت دولهم لحالهم ولو متأخرة، ومنهم من ينتظر ويوجه نداءات. وقول لي على البشير جيب لنا طيران 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 لنا أكثر من 4 5 يوم نحن قاعدين هنا، ما عارفين إنه جاي طيران ما جاي طيران ما عارفين. لكن للمأساة وجهها الآخر، هؤلاء الشباب المتطوعون جاءوا من مناطق مختلفة من تونس بهدف واحد، تقديم المساعدة لهؤلاء اللاجئين. صور استثنائية من التضامن والتآزر الشعبي. فالناس هنا وبعد إنهائهم لعقود من الاستبداد يعيدون اكتشاف قيمهم الأصيلة كما يقول كثيرون. هذا بك نكتشف في تونس، تونس ما كناش نعرفوها، كانت في عهد تقوت البائد الفار، كنا عباد نخاف من بعضنا، ننظر أنفسنا بوليس بوليسي يغزو التونسي دافع عنه بوليسي، يظن أنه يعس عليه، أفقدنا ثقة في أنفسنا، أفقدنا ثقة في بعضنا، الحمد لله استرجعنا ثقة هذه. بفضل ذلك لم يعاني اللاجئون من قلة الطعام، بل إن وفرته أصبحت عبئا على جماعات الإغاثة التي توجه القادمين على المساعدة إلى تقديم أنواع أخرى من الدعم. احتياجاتنا الأكيدة الأكيدة هي كون طائرات وبواخر عشان الناس هذو يروحوا إلى بلدانهم. ما احتياجاتنا أكل، أكل موجود. لكن بعد أن يرحل هؤلاء ثمة مأساة أخرى في الانتظار حسب أرجح الأنباء. خلف الحدود آلاف منعوا من العبور وفقا لمصادر إعلامية من قبل ما يسمى بكتائب القذافي، والحصار الإعلامي يحول دون معرفة حقيقة ما يقع هناك. شحيحة هي الأنباء القادمة من وراء هذه الحدود، لكن ما تسرب منها إن ثبت ينذر بمأساة إنسانية ما لم يتحرك العالم لإنقاذ المحتجزين هناك، محتجزون لسبب لا يعلمه من الناس إلا القذافي. كتائبة محمد البخاري، الجزيرة، رأس جدير من الحدود التونسية الليبية.